يا من إذا قلت يا مولاي لباني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني يا واحدا يا واحدا ما له في ملكه ثاني، أعصيك تسترني أنساك تذكرني. يعد مقام النهاوند من المقامات العربية الشرقية الأصيلة المتميزة بطابعها الموسيقي الشجي، ويصنف كأحد المقامات الرئيسية في السلم الموسيقي. وفي الموسيقى الدينية يعد النهاوند مقاماً انتقالياً ينتقل من خلاله القراء بين المقامات في قراءة القرآن وتأدية الأذان. نهاوند مقام موسيقيمizde ezan-ı Muhammedi olarak genelde İstanbul'da değil ama Konya'da. جرت العادة في تركيا على استخدام مقام نهاوند في أداء أذان العصر من أيام الخميس في مدينة قونيا، وفي مدينة إسطنبول أيضاً يستخدم مقام نهاوند في أداء أذان العصر أحياناً. أنا أستخدم أيضاً مقام نهاوند في أذان العصر بين حين وآخر، وفي الوقت نفسه يستخدم مقام نهاوند في الانتقالات المقامية أثناء الأذان الذي يؤدى بمقام الرست، أيضاً في أذان الفجر الذي يؤدى بمقام الصبا. فأنا أستخدم في بعض الأحيان مقام النهاوند أثناء قراءتي لجملة الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم عبارسinde yine bir geçki olarak kullanmış olduğum bir makamdır. حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم شكلinde. بهذا الشكل ننتقل من مقام الصبا إلى مقام النهاوند خلال أذان الفجر. أذان محمدين خارجين ده مولدimiz ده yok ama. إلى جانب الأذان لم تجري العادة على استخدام مقام النهاوند في ابتهالات المولد النبوي، لكن في بحار المولد النبوي بالأخص في بحر الولادة نبدأ باستخدام مقام الرست، لكن يمكن أن نستخدم مقام النهاوند مع مقام الرست، ويمكن أيضا استخدام مقام النهاوند في باقي بحار المولد النبوي الشريف، لأن الأداء الصوتي في بحار المولد النبوي يكون ارتجالياً، فهذا الأمر يعود للمنشد وخبراته السابقة. فالمنشد أو القارئ عليه أن يظهر أفضل أداء له وكل مهاراته الصوتية ومعرفته بالمقامات. خلال الأداء الارتجالي لا نلتزم بمقام واحد، بل هناك مساحة وحرية للقارئ باستخدام المقام الذي يريد في المكان الذي يراه مناسباً، وأن يجيد الانتقال من مقام إلى آخر خلال الأداء، وهذا يدل على مهارة شخصية، إذ أثناء أداء ابتهالات المولد النبوي يمكن استخدام مقام النهاوند في بحر الولادة أو في باقي بحار المولد النبوي. كما هناك العديد من الألحان في الموسيقى الدينية التركية الصوفية على مقام النهاوند، فيستخدم المقام فيما نسميه بالشغل، وهي ابتهالات باللغة العربية كتبها ولحنها
موسيقيون أتراك. Arap aleminde de, Arapların musikisinde de nihavet makamı. كما وقد لاحظت أن مقام النهواندي أيضاً يستخدم في الموسيقى العربية في العالم العربي، لكن بالأخص أثناء تلاوة القرآن الكريم، فإن القراء سواء السابقون أو الحاليون يستخدمون مقام النهواند مقاماً انتقالياً وليس مقاماً أساسياً، حيث يستخدمونه بكثرة خصوصاً بعد مقام الرست خلال تلاوة القرآن الكريم. عرب okuyucularının çokça takdir ettiği ve kullandığı bir makamdır. يعني gerek محمد صديق المنشاوي olsun gerek مثلا هناك محمد صديق المنشاوي وعبد الباسط عبد الصمد ومصطفى إسماعيل وراغب غلوش والدكتور أحمد نعينع ومحمود أنور الشحات، كل هؤلاء القراء من العالم العربي يستخدمون مقام النهواند مقاما انتقاليا أثناء تلاوة القرآن. نهواند مقام كلهم مقتدر لها. يا من إذا قلت يا مولاي لباني يا من إذا قلت يا مولاي لباني يا واحدا يا واحدا ما له في ملكه ثاني أعصيك تسترني أنساك تذكرني فكيف أنساك يا رب فكيف أنساك يا من لست تنساني اللهم صل وسلم وبارك عليه. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.